الصادق عليه السلام يكشف أكذوبته، لن تخلو الأرض من الحجة. الخطوة 13، لا حجة بين آدم ونوح عليه السلام، ولن تسخ الأرض، فكذب لن تخلو من الحجة. الخطوة 14، بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن رسول ولا نبي ولا حجة، ولم تسخ الأرض. الخطوة 15، الشيعة بين تسفيه الثقة والأربعمائة والتراث، أو التسليم بكذب لن تخلو. البث المباشر اليوم الاثنين الساعة 8 مساءً.